بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في كل الدباب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اذا ما ابتليت فقم صابرا بحكم الاله القوي المتين. وكن راضيا بقضاء الاله ترسل بل الصبر منك يمين. وابشر بصبر بفوز قوي فان الاله مع الصابرين. فاصبر لكل مصيبة ونجا الذي واعلم بان المرء غير مخلد. واذا اردت مصيبة فاسلو بها فتذكر مصادقة الحبيب محمد صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، استماع لهذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لراحل الكريم فادت روحه الى رب الغفور الرحيم. عيش واجبك فرح هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يبيع علينا زادت العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي وفخر قراء محافظه القليوبيه والمقيم بمركز مدينه كفر شكر قبيله القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي علم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي. ادعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل قبيلته مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا كل نفس ذائقة الموت كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة
الدنيا إلا متاع الغرور.
نبذوه وراء فبئس يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلا ولله ملك السماوات والأرض
والذين
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان سمعنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عشنا ترحى بهذه التلاوة القرآنية المباركة مع الصوت الذي زاده الله وجمالا مع دقة الأداء قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمي الإسلامي والمقيم بمركز مدينة قطر شكر بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. قلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية على الناس الكهربائية محلات الحق فايز هلال عمارة ميد عمر شارع الخيالين تليفون 49-63 ميد عمر إدارة المهندس الشريف ومحمد فايز عمارة قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى لصاحبها المعلم حمدي حلاوة والمقيم بدادوز بالبر الشرقي امام تنظيمة الشريف ادارة المعلم محمد حمدي
قام براغب الضيافة على الأعمال الفنية إدارة المهندس محمد السيد أبو السعود والمقيم بقطر صرمغية مركز ميت عمرة. باسم الأسرة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وإلى أن نلتقي بكم بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله.